السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير كي غاديين مع سيدنا رمضان غلبتوه ولا غلبكم صراحة عرفتوا الوقت غادي بواحد واحد السرعة راه ميمكنش غير تبارك الله دابا قربنا نكملو عشر أيام ما شاء الله أنا بعدا حسيت بها دغيا مشات دغيا دغيا ما شاء الله رمضان زوين الأجواء ديالو زوينين سبحان الله كتكون واحد الراحة واحد الطمأنينة وخا كيكون كي فيه النعاس قليل راكم عارفين مع داك تقطع في النعاس والفياق مع الوليدات لا غد الليل المدرسة وشحال من حاجة يعني إيه الإنسان كيكون كي مناعش مزيان ولكن سبحان الله كيما قلت لكم رمضان غير واحد كيكون فيه واحد اجواء اللي سبحان الله زوينه بزاف اليوم قررت باش نعاود نشارك معكم نهاري انا ووليداتي نبارطاجي معكم كي غدوز هذا النهار هذا انا اول حاجه الناس بعدا اللي غتسولوني على هذه النخيله هذه اللي غزاله خديتها من عند مساهم شوفوا لي الشكل ديالها شحال رائع كيجي فيها بحال هكا التمار بالقرقاش. وتقيل في الهزه ديالو صراحه كنت باغا منو جوج ما لقيت غير وحيده وعاودت كومونديت وحده اخرى لان عجباتني بحال دابا في الطبيله تحطي وحده هنا وحده في الجهه الاخرى ديري فيها حاجه وحده اخرى تجي غزاله المهم انا كيما كتعرفوا دائما اول حاجه كنبدا بها قبل ما كندخل الكوزينه ونتلها مع الطياب ونتلها مع شحال من حاجه كنوجد والله هي الاولى كنوجد زعما كنطرف الدنيا نتوما راكم عارفين كلنا كنظن كنديروا نفس القضيه ما بالنسبه للطبله كل واحد كاين اللي كيوجدها هي الاولى كاين اللي كيخليها اخر حاجه ولكن الصراحه انا دائما كنصحكم توجدوها البنات هي الاولى لان كنت تحسي براسك ما حيتي عليك شي حاجه سيرتو في الدقائق الاخيره ملي كل واحد كيبقى كي يجري 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 واخا انا صراحه ما كيعجبنيش نهائيا نخلي زعما الشغالات وهذا حتى لاخر لحظه عاد كنبدا نجري كنحس براسي ستريسيت كنحس براسي فهمتوني الطاقه ديالي يعني مشات اصلا كيكون في الاخر النهار الطاقه ديجا مشات و كتحس براسك زدتي على راسك ستريس فوق ستريس داكشي علاش كان نفضل انني نقاد الوقت ديالي نحاول زعما نقاد الحاجات اللي بغيت نصايب بحال دابا الله نحيد عليا على ساعة نقاد شنو غادي نقاد ندخل الكوزينه على 8:00 باش يلاه ما نبقاش نجري في الدقائق الاخيره فاش فاش يبغي الاذان المغرب وداكشي صراحه اللي كندير والحمد لله كتكون الوقت ديالي مقاده صافي هنايا درت شويه ديال المهم اجواء ديال رمضان لا ديكو كنبدل شويه نتوما راكم عارفين اني انايا كنمل وكل مره كنبغي نبدل شويه قديت كلشي عاد من بعد غندخلو للكوزينه باش نبداو توجات ديال الفطور المهم هذا النهار كانت واحد الحراره عجيبه دازتنا واحد الصهد حنايا في اكادير لي فريمون تقولوا واش شهر 8 الصيف كان سخون الحال ايوا الحمد لله المهم هنايا كومونديت البنات الحوت من عند لاباج اللي دائما كناخد عندهم لي هما اسماك اكادير لانه ما كنتش قادره نخرج نهائيا وهما زوين عندهم هاد القضيه كيديروا خدمه التوصيل كتشوفوني يعني انا كل عام كناخد من عندهم سيرتو هاد لا بيريود رمضان ولا فاش كيكون سخون الحال بحال هكا ما كنقدرش نخرج نتقدى كان كوموندي نو كيجيبو لي لاكوموند حتى للدار المهم هنا بديت التحضيرات ديال آه... لا سوب لي غادي نوجد معكم غنصايب لكم اون سوب شينواز لي م... اللي غادي نبارطاجيها معكم كتجي لذيذه وزوينه بزاف خديت هذوك القشور ديال الكروفيت من بعد ما نقيت الكروفيت ديالي ودرتهم في المدرسة مع واحد الوريقه ديال ديال الرند باش هكا ندير بهم المرق اللي غادي نمرقوا به بالنسبه لهذيك العسوب صافي وجيت مباشره باش نوجد معكم المقادير اللي غادي نحتاجو بالنسبه لواحد لينيم ازياتيك هاد لينيم هادو صراحه ديجا كنت شاركتهم معكم في لاباج انستغرام ولكن تحت طلب البنات اللي قالوا لي امينه ما انستغرام ما كنهناك شاركي معنا الوصفه حتى حنا هنا حتى يا زعما هنايا بالتفصيل على الراس اللي يعني كنت انا مشهياهم ديجا اليوم وقلت علاش لا ما اول حاجة كان الصدر صدر ديال الدجاج اللي كان كفتة تقدروا تقطعوا طريفات صغار ما انا كنفضل نطحنو بحال هكا وكناخذ لي كروفيت وكنقطعهم طريفات حتى هما تقدروا تطحنوهم البنات ولكن انا كنفضل نقطعهم يبقى لي داك هكا ال... الكروفيت باينين شي شويه كناخذ شامبينيون من بعد ما فزقتهم كما شفتوا معايا في المطايب ومن بعد كنطحنهم كندير الشعريه الصينيه كندير واحد خيزويه اللي كنطحنها وكنعصرها مزيان من داك الماء ديالها كندير واحد البصله بيضاء وكنعصرها حتى هي مزيان من داك الماء ديالها لانه ما بغيناش ديك الحشوه جينا هكا فازقة وتفزق لينا الورقة ديالنا بينا كل شيء جينا شف كان جوج ديال البيضات نتوما ديرو غير بيضة واحدة كانت عندكم الكمية زعما قليلة ديال الحشوة مي أنا راكم شتو كثرت شي شوية أنا جبت لكم البنات المقادير كي تنقولوا الاصليين ديال هاد الوصفه ديال اللي مع زياتك أه تبارك الله راه كيجيو بنانين ما تشبعوش منهم هي الحشوه راه ما كطيبش ما تخافوش منها نهائيا لانه غادي نطيبوا هاد لانم هادو على اللي كتجي كتكون مهيله دونك ما تخافوش ما تحتاجوش انكم تشحروا نهائيا هاد المقادير هادو اولا هاد الحشوه هادي صافي غادي ناخذ تقريبا واحد معلقه ونص ديال الميزينة باش كتنشف لينا شويه عاود هاديك الحشوه كناخذ ثلاثه ديال المعالق ديال صوص و نأخذ تقريبا واحد جوج معالق ديال صلصه المحار كما قلت لكم آه، لحسب على حسب شحال عندكم عندكم ميزانكم لا بالنسبه للسوسوجر بالنسبه لكل شيء أخد واحد طريف ديال سكينجبير بالحق يكون طري وتنحكو. صافي وكنخلط الميلونج كامل البنات بالنسبه للبزار درت انا غير شويه والملحه حاولوا انكم ردوا مع البال لان صوص عارفين كتكون شويه مالحه صافي وكنخلط كل شيء عرفتوا ديجا غير فاش كتخلطي هذا الخليط واحد الريحه كتطلع واحد الريحه كتكون صراحه لذيذه لان داك الميلونج ديال السكينجبير طري مع الحاجات الاخرين فريمون كتكون واحد الريحه اللي زوينه بزاف صافي قدي الحشوه ديالي كتجي بحال هكا نخليها على جنب وغادي ندوز باش نوريكم كيفاش غادي نعمروهم في خديت الماء الماء ديال الروبيني عادي درت فيه شويه ديال صوص ودرت فيه واحد المعلقه ديال السكر سنيده اللي كتبقى اختياريه ديروها ولا مديروهاش. ديروهاش انا كنديرها غير باش شويه تحمر ليا الورقه وصافي هنايا كنت كنوريكم بالنسبه للورقه ديال الروزه هذه دي باش كنخدم انا كنستعمل القياس الصغير ما كنبغيش ناخذ الكبيره باش ما نقطعش الورقه كنبغي غير كناخذ زعما غير هذا القياس الصغير نتوما بغيتو ديروا الكبار تقدروا ديروهم على حسب نتوما هذوك اللي مقداش بغيتوهم واش كبار واش صغار وكان بدا كان في الزق الورقة ديال الروز باش كتعطينا الطوع ونقدروا نعمروها بلا ما تهرس لينا كان بدا وكان حطوهم في هذوك المرو اللي وريتكم كان واحد لا سيرفيت هاد المرحلة مهمة البنات كان أخذوا لا سيرفيت كان بالماء كان أعسروها. عاد كان كنخدمو عليها على سطح العمل يعني ما تخدموش نيشان فوق البوطاجي ديروا هاد القضية هادي كتسهل عليكم أنه ما تلصقش لكم هذيك الورقة ديال الروز وكتسهل عليكم القضية وكتعمرهم دغيا دغيا صافي كيما شفتوا معايا الوقيته اللي كنهز أنا وريقة كنخدم بها كنعاود نفزك الاخرى باش منين نعمر نلقى الاخرى موجوده هكا كتكسبوا شويه الوقت هاد لي هادو كيشدوا صراحه شويه الوقت يعني الا غتوجدوهم توجدوهم شويه على بكري لان التطيب ديالهم كيشد شويه الوقت لان غنحطوهم بعد في الثلاجه داكشي علاش تقدروا تبداو بهم هما الاولين كما درت انا عاد تقدري تقادير الوصفات الاخرين ديالك صافي كنبدا كنعمر في الورقه على هذا الشكل كنخليها كما قلت لكم حتى كترطب باش تعطيني الطعم ما تهرس ما تشقق وغادي نبدا نعمر في هاد الانيم هادو تنكمل الكميه اللي كاينه عندي كامله ها هي الكميه اللي خرجت لي البنات ديال لي دابا غادي نديرهم في الثلاجه باش يشدوا راسهم شويه وغادي ندوز باش نقد لا عاد من بعد غنبدا نقلي فيهم في الطنجره غادي ندير شويه ديال الزيت بلديه وغادي ندير معها واحد البصيله بيضاء تقدروا تعوضوها بالبوار ولا كانت عندكم ما كانش عندي انا البصله الخضريه صافي وقضيت بالبصله بيضاء غادي نشحرها شويه غنزيد عليها واحد جوج خيزويات اللي حكيتهم غادي نضيف عليهم لي شامبينيون واه اللي ديجا كنت فزكتهم قطعتهم غير شويه يكونوا طريفات هكا شويه باينين وغادي ناخذ شويه ديال الصدر ديال الدجاج تقدروا ديروا البنات غير لو كروفيت بوحديتهم مي انا صدر ديال الدجاج صراحه غير زدتو المهم داك الميلونج بين الدجاج والحوت صراحه كيجي زوين حتى هو الا درتوه صافي وكناخذ لي كروفيت ديالي كنزيدهم حتى هما كنحاول نشحر كلشي شويه عاد من بعد غدا نضيف بالنسبة للعطرية العطرية غدا نحتاج شوية ديال الملحة شوية ديال البزار غادي نحتاج وريقات ديال الرند درتهم هما اللولين كيما شتو معايا البزار ردو مع البال لأنه هو أو الملحة لأنه من بعد حنا غادي نديرو صوص صوجة حتى هي المهم نتوما الملحة عينكم يعني ميزانكم كومي ديما <applause> نقول لكم زعما واش تردو البال هاد القضية هادي وغادي غادي ندير شوية ديال العطرية ديال الحوت هاد العطرية ديال الحوت كانت عندكم ديروها مكانتش عندكم مديروهاش أنا كانت متوفرة عندي درت فيها شوية تقدرو تكتفيو غير بالملح والبزار البزار أو طري راه مزيان كيما قلت لكم انا كانت متوفره عندي درت منها واحد شويه وغادي ناخد صوص صراحه ما بقاليش فيها جاتني شويه ناقصه في صوص صوجا داك داكشي اللي بقى عندي راني خويته كيف ما معايا وغادي ندير شويه ديال صلصه المحار حتى هي كتضيف واحد البنه اللي بالنسبه لهاد السوب هادي وغادي ناخد واحد طريف ديال سكين جبير طري وغادي نحكو حتى هو غادي ناخد البنات شوية ديال الربيع غادي نديرو غنخلي شوية حتى الآخر حتى زعما على سوب عاد نضيفو صافي غادي نشحر كلشي وغادي نمرق بهذاك المرق اللي قديت معكم قبيله هذوك الكروفيت اللي سلقنا غادي نصفيهم من داك الماء وغادي نمرق بهم ما كانش عندكم تقدروا ديروا الماء مع كنور ما كانش عندكم كاع تقدروا ديروا غير الماء بوحدو راه حتى هو كيجي مزيان ولكن انا قلت مني كاين عندي يعني لي كروفيت ما كاينلاش نضيعهم صايبت بهم كما قلت لكم هذا المرق كيخليها كي صراحه تجي لذيذه صافي سديت على لاصوب باش طيب ودابا غادي نعمر معكم الكالامار بالنسبه للعماره كنظن كلكم كتعرفوا شنو كيدار فيها المهم درت شويه دل... لاصوص ديال مطيشه درت الروز اللي سلقته نص لقا درت شويه الربيع دل... شوي درت العطريه درت لي دلت... يعني حتى شويه ديال الزيتون خضر قطعته هذاك اختياري كيبقى كانوا عندي طريفات ديال الكالامار صغار حتى هما قطعتهم شويه ديال الكروفيت حتى هو لحته مع ال... مع الحشوه باش هكا تجيني بنينه وتجيني مقومه صافي بديت كنعمر في هذاك الكلامار من الداخل وغادي نديرو في لاصوص طوماط باش يطيب صراحه بالوصفات الوصفات اللي كيعجبوني كيجيو كي كي زوينين كيجيو لذاد سورتو كان عندي هذا غير صغيور يعني ديال تعمري بحال هكا ودغيا دغيا دغي كيطيب ما كيشدش الوقت و جا صراحه زوين بزاف و كنبدا كنسد بالكغدو من الجناب كما شفتوا معايا باش هكا ما لينا هذاك الروز غير وحاولوا مت كاين نقولوا ما تضغطوش بزاف لان دوك الحبات د الرز راه كيتنفخوا من بعد وباش ما تخرجش لكم الحشوه صافي هنا درت لاصوص طوماط مع العطريه مع زيت العود وريقه ديال الراند او ثاني المهم لاصوص طوماط كلكم كتعرفوا تصيبوها وصافي درت فيها هادوك درت فيها داك الكالامار وغادي نحطهم باش يطيبوا هنا كانت لا سوب ديالي ديجا طابت راه دغيا دغيا كتوجد صافي جيت باش ندورها درت مايه شويه ديال النشا وشويه ديال الماء صافي وخويت على هذيك لا سوب باش هكا تجيني شويه عاقده اخر حاجه كنضيفها هي هذيك الشعريه الصينيه صافي وكنخلط كل شيء كنخليهم تقريبا غير واحد واحد 10 دقائق بما حسيت بديك لا بدات كتعقد صافي وكنطفي البوطه وها هي لا ديالي وجدات كتجي بنينه ما تشبعوش منها البنات جربوها وردوا لي الخبر دابا غنجيو للتحليه اللي غادي نديرها هذا النهار صراحه غنصايب غير فلون وغنزوقو من بعد بلي فخوي وصافي اختاريت اسهل حاجه آه اللي ما تشدش ليا الوقت ودغيا دغيا نوجدها الفلون كلكم راه كتعرفوا تصايبوا راه غير الحليب الفلون كيكون واجد كتزيدوا عليه الكميه ديال السكر اللي نتوما باغيين كتخلطي كل شيء كديري فوق من ال... فوق من البوطه وكتبقاي كتحركي حتى كطلع فيه الغليا غزت لي انايا هنايا آه تقريبا واحد جوج معالق ديال النشا باش كيجيني عاقد غنديرو فوق من الوطل. البوطه كما قلت لكم ونخليه حتى كطلع معاه الغليه مزيان صافي وغادي نديرو في الثلاجه ونخليه حتى الوقيته اللي نبغى نقدمو هذا غنحتاجو حتى المور الفطور ان شاء الله حتى المور التراويح مور ما نصليو كلشي عاد غادي كنبغي بصراحه ديك الوقيته ناكلو شي حاجه اللي كتكون حلوه وجاتني صراحه اسهل حاجه ما تشد الوقت ودغيا دغيا نوجدها هي الفلون وصافي كما قلت لكم غادي نخلي فوق من البوطه اكيد ما تحيدوش يدكم على التحريك صافي حتى كتطلع مع الغليه وغادي نخوي وغنديرو في الثلاجه باش يبرد فاش كنت كنطيب هذوك لانيم صراحه ما صورتش ليكم بغيت غير نقول لكم واحد المعلومه مهمه الوقت آه باش تبغيو طيبوهم البنات ما تخليوش الزيت حتى تسخن بزاف المهم الزيت يلا تبدا تسخن وديرو فيهم هذوك لانيم وديرو عافيه اللي تكون مهيله يعني مت... متوسطه ماشي كاع ولكن متوسطه باش هكا دوك لي يطيبوا لكم مزيان الحشوه هي طيب لكم مزيان من الداخل صدقوني زعما تبعوا غير هاد ال... ال... التفاصيل اللي كنعطيكم راه غادي يكون وصفه ناجحه 100% وكيطيب كل شيء وكيجيو كما قلت لكم زوينين وفي المقله حاولوا انكم تخليو آه... هكا شويه البلاصه بين كل وحده وحده باش هكا ما تبقاش تلصق لكم هذيك الورقه ديال الرز بارطاجي معكم الطبيله ديالي كيفاش وجدتها هنايا داك الكالامار اللي شاركت معكم قبيله اللي عمرت كيجي بحال هكا بلا صوص هادو دوك 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 لي نيم ازياتيك اللي تما بارطاجيت معكم هادو البنات خطيرين عرفتو جربوا لي الوصفه وردوا عليا الخبر عرفتو كيفاش كيجيو ما تشبعوش منهم انا كنقدمهم مع هاد هاد لاصوص اللي كتمشي معاهم انا كناخذها جاهزه صراحه من مرجان دابا نصور لكم القرعه من بعد غير نسيت ما بارطاجيتهاش معكم قبيله كتجي بين الحلو والحار كتقدم معاهم كيجي ولدادين كيتكالو بالخص ولا يتكالو غير بحال هكا هذه واحد لا سالاد اللي درت فيها واحد الخليط ما بين لي فخوي والخضيره لا سالاد كما كنقول لكم ديما ديروا اللي بغيتو فيها صايبت هنايا باناشي ديال الليمون درت لي درت طحنته بالليمون هنايا الحوت أه صوتت شويه الكالامار قليت شويه ديال الحوت وصافي حطيت شويه المعسلات وهذه لا سوب شوفوا ديال كيفاش كتجي الشهوه من هيا البنات عرفتوا ما تشبعوش منها آه داك الميلونج ديال الحوت مع الدجاج عرفتوا كتجي خطيره جربوا لي الوصفه وردوا لي الخبر ايوا صافي هكا كتجي تبلفنا غادي نقصو باش نفطروا دابا نتلاقى بكم من بعد بعد ما فطرنا الحمد لله والشكر لله اللهم اديم نعمه يا ربي صافي هنايا نط باش نغسل المواعين نجمع تاني الدنيا المهم هذا الشي شر ولا بد تابعنا تابعنا ولقيت باش كنكون دايره الحوت انا كناخد هكا شي بخاخ اللي كندير فيه جافيل البنات وكنرش على المواعين عاد من بعد زعما كنسدلو لافيسيل هكا كيطلعو ليا صراحة الماعن ريحتهم زوينة مكتبقاش فيهم لا ريحة الحوت لا تا شي حاجة نهائيا درت واحد الرشة بحال هكا صافي عاد غادي نسد أه واحد القضية مهمة يا البنات أه سيغتو لي مامون كنظن كلكم كديرو بحالي انا فاش كنفطر كنوض ديك الساعه ما كنبقاش جالسه زعما كنتفرج اولا سيغتو قاعد العام ما كنتفرج حتى شي حاجه وما متبع حتى شي حاجه في التلفازه نهائيا يعني كنحس داكشي كيشد ليا صراحه غير الوقت وكيضيع ليا الوقت وما كندير الشغلات ديالي في الوقت ديالو ما كنعس بناتي في وقتهم كان غير كنفطر كنوض كنجمع الوقفه كنمشي للكوزينه كنخدم لافيسيل الوقيته اللي كنسالي الكوزينه كنمشي كنصلي صلاتي باش يلا تشد لي كما قلت لكم الوقت حتى الا بغيت نتهلى فراسي راسي تشد لي الوقيته نعس بنياتي في الوقت ندير شي حاجه واحده اخرى فهمتوني ملي كتبقاي جالسه حدا التلفازه كتضيعي وقت طويل هو كتلقى راسك ما درتي حتى شي حاجه في الوقيته طيب سيرتو لي مامون لي عندهم وليدات نتوما طيب راكم عارفين الدراري خصهم ينعسو في الوقت خصهم يتعشاو في الوقت يعني هادشي كامل راه كنضربوا ليه الحساب آه صافي هنا جيت كما قلت لكم البنات الكوزينه هي الاولى اتاكيتها جمعت الدنيا كلها راكم عارفين الحوت شويه كيخلي الروينه مورا وسيرتو قبل من الفطور راني ما جمعتهاش خليتها قلت خليتها يتجمعوا خلي ليا المواعين كامل درت لي غيدار في لولافيسيل كيفما شفتوا معايا اللي غيتغسلي بيدي راني بيديا وجيت هنايا كنحك في البوطه أه كنعاون انا بهذاك البرودوي ديال كاليون كيعاونني صراحه بزاف تنظيف سيغتو سيغتو البوطاجي ديالي كينقيه ليا من داكشي الرفيع اخر حاجه هو كندوز الشفيفه على الكوزينه كامله راكم عارفين الحاجه اللي كتعاوني ديما تنقولها لكم هي الكوبولد صراحه دغيا زعما ما كتحسي براسك زعما ما ما كتضربيش تماره وانت كتجفي سيغتو الجفاف والشطاب الا ما كانش عندك شي اسبيراتور اللي كتعاونك راه والله الا فيهم تماره سيغتو ملي كتكون الدار كبيره وكل شويه خصك يتجفي كل أخص... كل شويه خصك يتشطبي ومع الوليدات كيرونو المهم اكثر حاجه الواحد كيضر فيها تماره انا مع الكوبولد الحمد لله الحمد لله معاوناني بزاف هاد القضيه الله ساليت روينتي كاملة عطو الكوزينة تقولو كانت فيها الحرب <applause> ميمكنش عرفتو في هاد رمضان شحال الموال كيتجمعو وراه تنش أنا كنخدم الماكينة وكنغسل بيدي راه بجوج ويا ربي ربي كنجيب التعادل المهم دابا طلقت شوية ديال العود كيما شتو معايا باش هاكا تبقى لي ريحة زوينة تحيد لي ريحة الماكلة ريحة الطياب من الدار غندوز هاد على الدار كاملة باش كما قلت لكم هكا تبقى لي زوينه انا اكثر حاجه ما كنحملهاش صراحه انا هي نخلي الكوزينه تصبح لي غديه مرونه نفيق على الروينه وعلى الجميع وهذا كنفضل نفيق وانا مرتاحه كنفيق في خاطري كنلقى الوقيته فاش نصلي نلقى الوقيته فاش نقرا القران المهم داري كتكون ديجا مجموعه الصالونات جمعتهم كلشي جمعتهم اصلا سي صراحه ولكن ليا بزاف وبيت صوفيا هادو هما جوج البلايص اللي كيترونو عندي بزاف في الدار آه البيت كان زعما تلا لا غد العاد كنجمعو البيت البيوتة ولكن سيجور الصالون كلشي كنصبحو مقاد الكوزينه كاع لي كتكون فيها حتى هي الروينه بزاف كنصبحها حتى هي زعما نقيه وكلشي مغسول على حقه وطريقه كما قلت لكم انا عندي التبخير على الدار كامله باش هكا تبقى ليا ريحه لي زوينه اه غنوريكم لاصوص اللي قلت لكم اللي درت مع دوك لينين باش ما ننساهاش ما حد يتفكر دابا غادي نوريها لكم باش هكا الا كنتو باغيين ديروهم تاخذوا هذيك لاصوص راه كتجي زوينه معاهم ها هي البنات ديرو ليها سكرين هذه المهم هي راه كتجي واحد الميلونج بين أه الحار والحلو ولكن راه واعر كتجي معاهم صراحه زوينه انا كنفضل ندير هادي ما كناكلوهمش صراحه بالصوص الصوجه كاين كد كيدير الصوجه مي انا كنفضل هادي هادي كتجي معاهم رائعه جدا كناخذها من المرجان زوينه بزاف ما قلتش على تمن ديالها مي ما غالياش الثمن ديالها ما غاليش المهم هي ديروا لها السكرين ملي ديروا هذوك اللي تجربوهم خدوها وديروها معاهم ما غتشبعوش منهم والله غادي يعجبكم بزاف بزاف غندوز التبخيره على الدار كامله كما قلت لكم باش تبقى لي فيها ريحه لي زوينه أنا خليت صوفيا كتلعب مع اختها قالت لها شويه قالت لها زعما هاد الوقيته اللي انا كنكون كنجمع ولا كنكون كنصلي واخا راه ما نعاودش لكم شنو دايره ليا راه زان بستيلو في الدار كامله راه منعاودش لكم بارطاجيت مع البنات في الانستغرام عرفتوا دابا بسلامتها كتخطط فين ما مشات كتخطط دابا انا ستيلو خصني نغبرهم ما خصهمش يبقاو كيدورو حداها في الدار وتخيلوا معايا حتى داك النهار والله الا فقط لقيتها كاع مخططه ليا فوق من طلامت جاب الله البنات عطاوني واحد زعما القضيه واحد لاستيس باش نقدر نحيدو نحيد هذاك ستيلو سير بلاص لانه كنت درت ليه شحال من برودوي باش يتحيد ليا وفي الاخر رشيت عليه غير الريحه كترشي الريحه تخليه واحد شويه كتمسحي والحمد لله زعما تحيدو سيغتو انه طلانت ماشي اون يعني اي حاجه كتشد فيهم ستيلو راه صعيب باش يتحيد ماشي ساهل وخلاص الحيوط ما نعاودش ليكم شنو دايره ليا فيهم ما نعاودش ليكم راه كلهم مخططاهم كما قلت لكم ستيلوات كنحاول نحيدهم عليا وخديت لها واحد الطابليت اللي كت ستيلو ديالها كيكتب غير فيها المهم عاد تهنيت بعدا ولكن راه فاش كتلقى شي ستيلو زعما ما كتفلتش الفرصه انها تخطط ليا في اي بلاصه الله يحفظهم يا ربي عندهم الوليدات وخا وخا شويه ديال القباحه ولكن راه زوينين اول حاجه درتها البنات هي مشيت نعس طرازان ما كنبغيش صراحه تبقى سهران انا مشيت نعستها دابا عاد غدا مشيت انا نتهلا شويه في راسي عطيت شويه الوقت على راسي غنمشي ندوش هو الاول عاد من بعد غادي آه نجي نستعمل زعما اللي كندير كل ليله بالحق الكوماجات الماسكات عطيتهم ليا اليوم تقريبا مدخل دخل رمضان ما درت حتى شي حاجه لوجهي ايوا دابا قلت غنستعمل واحد الكوماج قبل ما ندخل ندوش جيت كندير في لا ديالي المهم غنتبان لكم صوفيا صافي كانت كتحماق على هادشي ديال سكين كير كيجاب راه كتعرفوها مني كانت باقا صغيره كتحماق على دوك لي ماسك ديال الثوب على هاد لي باتش ديال تحت العينين نديرهم المهم انا كنخليها صراحه بحال هكا الحاجه اللي ما غدر ما حتى شي حاجه كنخليها ديرها اول حاجه كما قلت لكم بعد ما خرجت جيت باش نرطب وجهي ندير السيرومات ديالي كندير كل ليله غنبان لكم لابسه انا وصوفيا ماتشي ماتشي بحال بحال قديت هاد المخاور قبل رمضان صراحه كيجيو زوينين بحال هكا كيجيو خفاف وزوينين تلبسوهم بحركة في رمضان أه، شي مناسبة خفيفة كيعجبوني أنا صراحة المخورة كتشوفوني كنخد منهم بزاف اللي كتقوني كنلبس بزاف في الدار المهم اول حاجه جيت كندير لا فيتامين سي كنستعملو دائما البنات كل اللي راه شاركتو معكم شحال من مره كيعطي واحد الاكله في البشره اللي غزاله بزاف رطبت تحت عينيا بلا كريم ديال كونتور دي زيو ديال لا مارك كودالي المهم كنحس بها صراحه كترطب ليا تحت من عينيا صافي غادي نرطب رجليا يديا نتوما راكم عارفين بخرت شعري حتى هو واليوم صراحه كنت مشهيه ندير شي بارفان د العود استعملت هذه ديال روبرتو كافالي خديتها En tout cas, un univers privilège. هنا خرجت هذاك الفلون من الثلاجه من بعد ما شد راسو مزيان كيما شفتو معايا وغادا نزينو بشويه ديال لي فخوي من الفوق بالنسبه للفلون بيان سو تقدروا ديروه فرديين يعني ديروه في ديفيرين اللي كيكونوا صغار انا فضلت نديرو بحال هكا كبير هذا البلا هذا صراحه كلينا منه كاملين وتا كيجي مبدل على الشكل اللي كنديرو ديما ديما وزينتو بشويه ديال الفريز شويه ديال الكيوي غندير مع شويه ديال المونغ المهم اللي كان عندكم زينوبي انتم راكم عارفين الزين كيبقى اختياري كما كنقول لكم دائما صافي غادي نعمر واحد البراد ديال اتاي يكون منعنع لحقو طريقو سيغتو كاع ما شربناه في وقت الفطور درت غير العصير غادي نحط شويه ديال الفاكهه المهم داكشي اللي قسم الله كل نهار شنو كيكون كل نهار شنو كيكون موجود عندي بالنسبه لهذا الكيك كان عندي أه نهار قبل ولا ليله قبل كنت مصايباه صافي غادي نقطعو حتى هو كنحطو راكم عارفين أه زعما مور ما كنصليو كنجلسو كنبغيو ناكلو شي حاجه اللي كتكون حلوه المهم صراحه انا راكم عارفين مولفين فيا هاد القضيه دائما كندير واحد الطبيله اللي كنحط فيها شويه ديال الحلو نتهنيه حتى شويه ديال السلو حطيتو حطيت شويه ديال الحلوه كانت عندي غنوجد عن الطبيله البنات وغادي نبارطاجيها معكم انا بالنسبه للعشاء كما ديجا كنت قلت لكم انا ما كنديرش العشاء داكشي اللي كيشيطنا من الفطور واللي كنعاودو نرجعو ليه زعما هكا اللي دار الرجوع وبغى المالحه ولا كندير آه ماكله وحده اللي دار الرجوع كيعاود يرجع غير كي الحاجات ديال الفطور وصافي هنا صوفيا كانت معاوناني كيما شفتو كتقد معايا الطبيله آه صافي غنحط كلشي وغادي نشاركها معاكم